بكم إلى السابعة وفيها مدينة الخمس تستيقظ على فاجعة مذبحة آل ميمن، وجهة الأمنية تفتتح تحقيقا في الحادثة. ليبيا تشارك في حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة. أيضا انطلاق معرض رواد الحياة ضمن برنامج للتعريف بما يعين الشباب في سوق العمل. أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا. استيقظت مدينة الخمس على فاجعة مذبحة آل ميمن والتي راح ضحيتها أب وثلاثة من أبنائه من بينهم فتاة. مدير مديرية أمن الخمس العقيد محمد بوصبع أكد للنبأ أن الإجراءات الأمنية الأولية اتخذت في واقعة الجريمة التي شهدتها المدينة دون تحديد دوافعها بعد، إلى حين استكمال التحقيقات الجارية التي بشرتها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بالمدينة. وحسب مدير مديرية أمن الخمس فإن الفاعلين أقدموا على ذبح الضحايا وحرق الجثث وجزء من منزل العائلة. للوقوف على آخر التطورات حول هذه الفاجعة ينضم إلينا عبر الهاتف مدير مديرية أمن الخمس السيد محمد بوصبع. سيد محمد أهلا بك إلى السابعة. أهلا، بسم الله، الحمد لله والسلام على رسول الله. بداية أحييك وأحيي السادة المشاهدين. ثانيا نستنكر هذه الجريمة البشعة التي حصلت في الصباح الباكر من هذا اليوم. ثالثا نتقدم بالعزاء لذوي الأفراد الذين قدموا نحوهم هذا اليوم. نعم، ونحن أيضا بدورنا نتقدم بالعزاء ونتمنى السلامة لكل أهالي الخمس ولكل الليبيين. بداية سيد محمد، يعني حدثنا عن آخر ما توصلت إليه التحقيقات في هذه القضية وفي هذه الفاجعة. والله التحقيقات ما زالت مستمرة، يعني تبي تأخذ وقت، يعني على الأقل هنا تبي تأني تبي صبر باش الوصول للفاعلين. يعني من الصعب يعني الجزم والله أن صار التهم في جهة، يعني تحتاج وقت وتحتاج إلى أدلة دامغة ترقى السكة. نعم. طيب سيد محمد، يعني بطبيعة الحال هذه أو هذه القضية لم تأتي عبثا وإنما كانت بكل تأكيد الجاني رتب إلى هذه الفاجعة وخطط لها مسبقا. يعني أنتم كجهات أمنية هل رصدتم أي تحركات كانت أثناء هذه الحادثة أو حتى ما قبلها؟ والله لحد الآن ما فيش، ما عندنا شيء معلومات عليه على اللي قاموا بالفعل هذا. وفعلا هو بالنسبه للواقع هذه اكيد فيها تخطيط محكم يعني، وفيها تدبير وفيها تنفيذ يعني، وبيكونوا اكثر من شخص يعني عده اشخاص، لان قتل عده اشخاص من عائله واحده ما يحتاج، ما يقدرش شخص واحد يكون بالفعل الاجرام. طبعا هي بكل تأكيد تحتاج إلى أكثر من شخص، ولهذا السبب سألتك، يعني هل رصدتم أي تحركات حتى أثناء استجواب يعني أهالي المنطقة، يعني أثناء الاستجواب أو أثناء هذه التحقيقات هل أهالي المنطقة حسوا بأي تحركات كانت منذ قبل أو حتى في ذلك اليوم أو اليوم الذي حدثت فيه الفاجعة؟ لا، ما فيش، ما عندناش أي معلومات ولا عندنا أي شخص تقدم بأي شهادة بخصوص الموضوع هذا. نعم، شكرا جزيلا لك مدير مديرية أمن الخمس السيد محمد بوصبع على تواصلك معنا وعلى هذه المداخلة في برنامج السابعة. كذلك أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف العميد الهادي إدراه من غرفة العمليات الميدانية لعملية البنيان المرصوص من مدينة سرت. أهلا بك سيد إدراه إلى السابعة. سيادة العميد، إن كنت في الاستماع إلي. سيادة العميد إدراه، العميد الهادي إدراه، إن كنت في الاستماع إلي.
مساء الخير ليكم المستمعين او المشاهدين قناه النبأ الفاضل اختي. مساء الخير، اهلا بك الى السابعه سياده العميد. بدايه يعني هل تواصلتم مع الجهات الامنيه في مدينه الخمس حول هذه الجريمه او حول هذه الواقعه التي وقعت، خاصه ان هناك من ينسب الجريمه الى عناصر تنظيم الدوله على اعتبار ان كان على الحائط يعني حديث او ربما كلام او مؤشرات تشير الى انها تنظيم الدوله، ايضا وجدت اعلام تتعلق بتنظيم الدوله؟ اولا نتقدم بالتعازي لاهالينا في مدينه الخمس على هذه الفاجعه لكل الليبيين، ونتمنى ان يكونوا في جنات الخلد ان شاء الله. اختي الفاضله، لم يخرج احد علينا في الاعلام وفي جهه عامه واعلن مسؤوليتي عن هذا العمل الشنيع. اما بالنسبه لتواصلنا مع الجهات الامنيه في الخمس، نحن كغرفه عمليات الميدانيه هنا في مدينه سرت كل همنا هو القضاء على الدواعش والمعركه مع الدواعش، اما الاتصال بالجهات الامنيه او التواصل مع اهالينا في الخمس او هناك غرفه عمليات عسكريه خاصه في مدينه طرابلس في مدينه مصراته ولديها امر، وهناك لجان تشتغل في مصراته واداره هي التي تتواصل وتتواصل بهذه الامور. اما نحن كغرفه عمليات ميدانيه كل الامر يتعلق بثوارنا البواسر وبقتالنا مع الدواعش وبتوفير كل الامكانيات في جبهه القتال فقط. طيب، البعض يتخوف سيد دراه من فرار عناصر تنظيم الدولة من سرت إلى مدن أخرى، أنتم كجهات أمنية في عملية البنيان المرصوص هل لاحظتم أي خروقات أمنية حدثت أو فرار لعناصر تنظيم الدولة لمدن أخرى من أجل أن تتكون نواة تنظيم الدولة من جديد؟ اولا اختي فاضل احب نوضح شيء معين، وهي حربنا مع الدواعش وحربنا مع تنظيم الدوله، حرب البنيان المرصوص وحرب الليبيين لست حرب كبقيه الحروب، لان اي حرب بين جهتين هو الغايه والغرض منها احتلال الارض، ولكن حربنا مع الدواعش نحن هي القضاء على هذه الجرثومه وعلى هذا الورم حتى لا ينتشر في اي مكان، وبذلك لم نترك لهم اي منصب للخروج منه، وحاولنا بقدر المستطاع القضاء عليهم وحصارهم، ولكن مع هذا هناك جيوب فاره منهم، لا نذكر ان هناك جيوب فاره في صحراء سرت وفي الجنوب سرت من الدواعش حاولوا الفرار وفروا الى انتشروا في الصحراء، لكن هل وصلوا الى الخمس او وصلوا الى مكان ثاني؟ اتمنى ان يكون هذا قد لا يحصل هذا خوفا على اهالينا وعلى ناسنا في المدن الثانيه. طيب، بصفتك عميد من غرفة عمليات البنيان المرصوص أخيرا سيدة، ماذا تفسر وكيف تفسر وجود أعلام لتنظيم الدولة وأيضا عبارات أو شعارات موجودة على سور المنزل؟ يجب على كل مدينة حماية نفسها وعمل بوابات وعمل تفتيشات لها وعمل نقاط تفتيش حتى لا ينتشر هذا الورم. أنا أكيد حيكون فيه ممكن تكون فيه هناك لداعش داعش في هذه الأشياء، وفي نفس الوقت أحيانا لا يكون ما فيش داعش في المنطقة، هذه تكون ممكن مجرد زوبعة عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي حتى بث الرعب في أهالينا أو في ناسنا اللي أبنائهم يقاتلوا معنا ويقولوا والله كل من قاتل في سرطة والدواعش جحر يقولوا حوشة، هذه ممكن تكون حتى هي فتنة أو نوع من تهبيط الروح المعنوية لأبنائنا في المدن الأخرى، وأحيانا تكون صحيح هو يقاتل مع داعش وحر يقولوا حوشة. أنا لا أستبعد كل التخمينات وكل هذه التصورات والأفكار اللي طلعت في الإعلام وفي الخارج. نعم، ونحن نتمنى السلامة لكل أهالي مدينة الخمس. شكرا جزيلا لك العميد الهادي أدراه من غرفة عمليات البنيان المرصوص، كنت معنا في السابعة. مشاهدينا ومستمعينا بعد الفاصل. ليبيا تشارك في حملة 16 يوما لمنهضة العنف ضد المرأة. أهلا بكم من جديد. أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان حملة 16 يوما في ليبيا للدعوة والتوعية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي والمعروف بالجندر بدعم من منتدى المرأة وتمكين الشباب. وتتضمن الحملة العديد من المنظمات المحلية في البلديات الرئيسية في البلاد. الحملة تشمل برنامجا موسعا من أنشطة وورش عمل ومناقشات مفتوحة ودورات تدريبية لمقدمي الخدمات الصحية. وتبدأ هذه الحملة كل عام في 25 من نوفمبر اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتنتهي في 10 من ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان من أجل ربط رمزيا بين العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان، وللتأكيد أيضا على أن هذا العنف هو انتهاك لحقوق الإنسان.
بالنسبة لمشروع يعني احنا كدورنا كدور المرأة هذا طبعا احنا بدينا في عمل احصائيات ان احنا نوضح ما هو دور المرأة نهتم بها من ناحية العنف ضد المرأة، ايضا اشراك المرأة في صنع القرار. احنا حابين احنا نكون للمرأة يعني دور توب، يعني تكون مش منافسة ولكن مشاركة لأخيها الرجل يعني في ففي الأيام القادمة حيكون عندنا جلسات حوارية أيضا حتضم النساء، حتتكلم عن احتياجاتها دورها في المجتمع إن شاء الله. في هذه الحملة في أكثر من نشاط اللي هي ندوات توعوية وندوات حوارية على صعيد المستوى البالغين أو الراشدين، وكذلك في المدارس عند الأطفال سواء في سن المراهقة والأطفال بطريقة مدروسة مسبقا لإيصال هذه المعلومة للتعايش السلمي في المجتمع. نحن حقيقة في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسطية بحاجة إلى تدريس أو تطوير من كفاءاتنا لدراسة أسلوب الحوار ليكون هو أسلوب الحياة والتعايش في المجتمع الليبي، لهذا هو النتيجة للحل، نصل إلى حل والسلام في ليبيا. فهذا عن طريق هذه المشاريع وهذه المبادرات نحاول المساهمة في إحلال السلام في ليبيا. تعليقا على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف السيد أحمد الطمزين عضو مجلس إدارة منتدى تمكين المرأة والشباب. أهلا بك سيد طمزيني. سيد الطمزيني كنت في الاستماع إليه إلى أن يجهز الاتصال بسيد أحمد الطمزين عضو مجلس إدارة منتدى تمكين المرأة والشباب. نذكر مشاهدينا ومستمعينا باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والقضاء على النوع الاجتماعي أو المعروف بالجندر. اليوم العالمي للقضاء على العنف هو يوم عالمي يكون في العالم ككل. ليبيا أيضا تحتفل بهذا اليوم ويكون الاحتفال لمدة 16 يوما. العنف القائم على المرأة سواء كان النوع الاجتماعي وهو المعروف بالجندر وهو تمييز الرجل عن المرأة، هذا اليوم يحتفل به العالم ككل لمشاركة المرأة في صنع القرار ومشاركة المرأة في التمكين الاقتصادي ومشاركة المرأة في التمكين السياسي أيضا ومشاركة المرأة على أن تكون صانعة قرار، أيضا قدرة المرأة على الولوج في العالم السياسي والولوجها في العالم الاقتصادي بغض النظر عن الحالة الاجتماعية، أيضا قدرة المرأة بشكل أو بآخر على وفي تمكينها على وفي وجودها في جميع المناصب السيادية داخل الدولة. وجدت هذه الحملة للتأكيد على دور المرأة على اعتبار أنها جزء من المجتمع وهي مكملة أيضا للمجتمع. تعليقا على هذا الموضوع ينضم إلينا من جديد عبر الهاتف الضيف أحمد الطمزيني عضو مجلس إدارة منتدى المرأة أو تمكين المرأة والشباب. أهلا بك سيد أحمد. لم يجز الاتصال بالسيد أحمد الطمزيني. على كل حال مشاهدينا ومستمعينا كما أشرنا فيما سبق هذا اليوم يكون لمدة 16 يوما أو هي حملة تكون لمدة 16 يوما يحتفل بها العالم ككل لمناهضة العنف ضد المرأة وأيضا النوع الاجتماعي أو المعروف بالجندر. مشاهدينا ومستمعينا بعد الفاصل نتابع. انطلاق معرض رواد الحياة تحت شعار ليبيا 2030 ضمن برنامج للتعريف بما يعين الشباب في سوق العمل. أهلا بكم من جديد. افتتح بمعرض طرابلس الدولي صباح اليوم معرض مسارات تحت شعار رواد الحياة. المعرض الذي ينظمه اتحاد طلبة جامعة طرابلس وبرعاية قناة نبأ إعلاميا يستمر 4 أيام. هذا ويتضمن المعرض محاضرات وورش عمل للتعريف بالمهن والوظائف والمؤسسات التعليمية وما يساعد الشباب على الاندماج في سوق العمل وعرض مجموعة من المشاريع الريادية الناشئة. ينضم إلينا عبر الهاتف الحديث أكثر حول المعرض السيد محمد قبلاوي رئيس اتحاد العام لطلبة ليبيا. أهلا بك محمد. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. بداية محمد حدثنا على اعتبار أنها سابقة في ليبيا وتقام لأول مرة، كيف انبثقت هذه الفكرة وكيف تم تطويرها والعمل عليها؟
هذه الفكرة انطلقت من اتحاد طلبة جامعة طرابلس، اشتغل عليه العديد من الطلاب، حاولوا إيصال أفكارهم للطلبة القادمين من المدارس الثانوية. كما نعلم جميعا أن المدارس الثانوية نسبة التخرج فيها لهذا العام عالية جدا، كانت مرتفعة. الطلاب حاولنا إنشاء حاضنة لهؤلاء الطلاب، نريهم طريقهم قبل أن يأخذوا. أحيانا ممكن نقول الطالب لما يتخرج ما يكونش يعرف المسار اللي هو يبديه، فبهذا احنا قررنا الحين ننشئ معرض مسارات رواد الحياة اللي هو حيوريه المسار اللي ممكن يتخذه الطالب. طيب، أطلقت العديد من المشاريع في هذا المعرض، هل من أي جهة تبنت مشروع أو تبنت مشاريع في هذا المعرض، أم أنه لربما هو سيكون معرض وينتهي بمرور الزمن؟ نعم، هذا المعرض هو في الأساس عبارة عن مشروع ينبثق من مشروع كبير ورؤية كبيرة جدا اللي هي ليبيا 2030. احنا هذا اطلقناه في كاتحاد عام طلبة ليبيا المدة الماضية من 14 يوم. اتحاد طلبة جامعة طرابلس ادرج تحته المعرض مسارات رواد الحياة. حنشتغل على هذه الرؤية خلال الفترة القادمة. المعرض هذا اليوم اول يوم لي، الاقبال كان كبير جدا جدا، كذلك التواصل مع اغلب الجهات المسؤولة في الدولة وكذلك مؤسسة الدولة وكذلك حتى الجهات الخاصة لمساعدة مثل هذه المعارض لنشأتها، لحيث أنها تصب في مصلحة الدولة بشكل أساسي وكبير. نعم، طيب الدولة أو الجهات الحكومية لم تدعم هذا المعرض، وإنما كانت جلها لربما هي جهود ذاتية من قبلكم. نعم. كطلبة محمد، هل من أي جهة أو كيف استطعتم البحث عن داعمين لهذا المعرض أو لهذا المشروع، وما مدى قابلية هذا الدعم أو قبول هذه الفكرة من قبل الداعمين؟ نعم، المشروع اشتغلنا عليه حوالي 9 أشهر. مسألة الدعم كانت مسألة شاقة ومريقة جدا لكل فريق العمل على هذا المعرض، ولكن الحمد لله استطعنا التواصل مع شركة ليبيانا كذلك وهي الراعي الذهبي، كذلك جامعة طرابلس دعمت بشكل كبير جدا، هيئة المعارض، كذلك قناة النبأ. حاولنا أن نلملم ما يمكن لنجاح هذا المعرض. كما تعلمين أن الوضع سيء جدا في الناحية المالية للدولة، فبالتالي لا يوجد هناك دعم من الناحية المالية المادية من الدولة تجاه المعرض هذا، ولكن حاولنا والحمد لله يعني أتت هذه المحاولات بأكلها بنجاح. نعم، طيب محمد، يعني بكل تأكيد نحن سعداء بمثل وبإطلاق مثل هذه المبادرات، خاصة أنها انطلقت من قبل طلاب وشباب. في هذا الموضوع تحديدا، يعني كيف يمكن إدماج الشاب أو إدماج الطالب في سوق العمل، أو الآلية المتبعة في أو من خلال هذا المشروع لإدماج الطالب أو الشاب في سوق العمل؟ نعم، نحن خلال هذا المشروع أيضا في البداية نلقي الضوء لكل طالب أنه لما يتخرج ما هو سوق العمل اللي ممكن يشتغل فيه، وش موجود داخلي وش موجود اصلا. هل انت لو اخذت المسار الفلاني في الكليه الفلانيه لما تتخرج صحيح ممكن تطلع دكتور ممكن تطلع مهندس، لكن هل وجود فرص عمل في الدوله ليك حتكون متاحه او لا؟ كذلك احنا داخل المعرض هذا عندنا اجنحه لها علاقه بالمشاريع الصغرى ومتناهية الصغر، مشاريع رياده الاعمال، كيف يستطيع الطالب حتى وهو يدرس ان ينشئ مشروعه الخاص لعله يستفيد منه ويكون هو بدر لانشاء مشاريع كبرى باذن الله في المستقبل. نعم، شكرا جزيلا لك رئيس اتحاد جامعه طرابلس محمد القبلاوي، كنت معنا عبر الهاتف. 7 انتهت، الى اللقاء.